فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض من يلبس البنطال إذا سجد فإنه ينحسر عن مؤخرته ويظهر بعض ظهره، فهل نأمره بإعادة الصلاة؟ لا، ما درى. إذا كان ما درى ما تأمرون بإعادة الصلاة، ما تعمده هذا، لكن بلغوه، ولو يعني حسن إزارك أو حسن سروالك أو بنطلونك بحيث يستر السرة وما تحتها، انتبه لهذا. نعم، أما تبطلون صلاته لا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.